قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة متميزة بعنوان صلوات الزمن الأربعين المقدس. وقد استضاف البرنامج عبر الهاتف المونسنيور جوزيف السويد راعي الكنيسة المارونية في الأردن والشماس جريس ثابت من كنيسة الروم الملكي للكاثوليك. وقد تركزت الحلقة حول أهمية الصلاة في زمن الصوم الأربعيني التي تشعر المؤمن بالخشوع والإيمان والإطمئنان حتى ينال بالنهاية الملكوت السماوي. فإلى هناك خطر جدا أنه لما منعتبر حالنا مؤمنين نحن ومنقول أنه نحن مؤمنين وما منصلي ما منروح منصلي ما منقيم الصلاة كل ساعة وكل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة، لا فقدنا السيطرة على إيماننا، خلونا من الدفى الروحي، بنصير نحن عطشانين لهذا النعمة الروحية، بتصير نفوسنا جافة مثل ما قال أشعياء النبي عن إنه الروح جافة لأنه فاضت وانقطعت منها ينابيع الحياة، والينبوع الحياة اللي هو العلاقة والاتصال مع ربنا. ما تأثير الصلاة في حياتك؟ الصلاة هي محور الحياة دكتورة. نعم. اليوم بدون صلاة إحنا لا شيء. اليوم نعم. الصلاة هي عبارة عن مش بروتوكولات ولا هي روتين ولا هي مجموعة من الكلمات. نعم. الصلاة هي بحد ذاتها هي تواصل مباشر بين الله وبين الإنسان. اليوم أنا دائما بحكي للشبيبة عندي، اليوم في علاقة متبادلة، أنا أتكلم مع الله وأستمع إليه، أتكلم عبر الكلمات البسيطة اللي تنبع من قلبي بغض النظر هي صلوات لترجية بالكنيسة أو صلوات الفردية. حلو. ولكن أنا برجع أستمع لله عبر الكتاب المقدس، الله يتكلم فيه عبر الكتاب المقدس، بيحكي لي إيش بده مني، إيش رسالتي اليوم. اليوم قديش نطلب من الشباب ومن الناس أنها تهتم بقراءة الكتاب المقدس اللي هو جزء كبير من صلاتنا اللي هو من حياتنا اليومية. قديش الكتاب المقدس قادر يعطينا مجموعة كبيرة من الأجوبة. نعم. قديش صلاتنا اليوم قادرة أنها تعطينا تعزية بفرحنا. نعم. وتعطينا تعزية بحزننا وتعطينا رجاء وتعطينا ثقة. قديش. نعم. اليوم الشباب قادرين أنهم يكونوا حاملين لهاي الصلاة. نعم. اليوم المشكلة المعاصرة بشبابنا بسمعها كثير أنه اللي بروح يصلي بيلتزم بشبيبي بيلتزم بكنيسة هو بالنسبة لأصدقائه شخص رجعي نوعا ما. فاليوم لا، كل ما كنت قريب من صلاتك كل ما انت كنت قريب من ربنا انت شخص صح ماشي وانت الشخص القدوة بأخلاقك وبأفعالك. اليوم الصلاة هي تواصل وفعل محبة. يوم نعم. كل ما أكون قادر أنا أصلي اليوم قديش أنا بقدر أكون بتواصل بألف مع الله. اليوم مثل ما بشوف بسفر التكوين الفصول الأولى، اليوم لو كان في تواصل مباشر بين الله بين الإنسان والله كما شفنا الخطيئة. نعم. ولكن اليوم بفعل أن الإنسان هو الذي قطع التواصل. نعم. فهو اللي ركض على الخطيئة وراح على الخطيئة. نعم. فاليوم كل ما أنا بقرب لربنا وبعمل هالتواصل الله لا يقطع علاقته فينا أبدا. نعم. الله دائما فاتح حضنه مثل إنجيل ابن الضال. نعم. ولكن إحنا اللي بنقطع العلاقة وبنلف وجهنا. نعم. اليوم الصلاة هي اللي بترجعنا للحضن الأبوي. نعم. وربنا أكيد يستقبلنا دائما. حلو. بنعمة أبنا آمين. آمين. اليوم عم نتحدث عن خطورة عدم الصلاة، وأنت بتعرف نحن في زمن الأربعين المقدس والصلاة هو جزء من هذا الزمن، ومن دون صلاة صيامنا يعني ما بعرف إنه نقول غير مقبول لدى الله، لكن الصلاة هي أحد العناصر المهمة في صح الصوم صح الأربعيني. فماذا صح تحدثنا أبونا جوزيف؟ أول شيء الله معكم والله مع مشاهدين ورسات الأردن وكل العالم، أنتم عم بتضوع كل العالم. دكتور، نحن بدنا نفهم يمكن بعد كتير أساسي صار بحياتنا اليوم. أركان الصوم كل العالم صارت بتعرف أنه هي صلاة صوم وصدقة، وأنا بزيد عليهم كلمة صمت أو هالصمت المقدس اللي فيه الإنسان بيدخل إلى أعماقه وبيتحد بخالقه، لأنه زمن الصوم هو زمن البحث عن يسوع بحياتنا. هيدا الشيء تعرفي كم خط الحياة، ويمكن بجنزر القلب، ويمكن بتصفي مثل الأرض البور اللي بدها كتير عناية وسقاية. بتجي الصلاة بتقطع مثل الندى هيك على القلوب العطشاني. يسوع بتعرفي وقت بلش رسالته من بعد المعمودية دغري بنهر الأردن، انسحب إلى الصحراء وبلشت صلاته وصارت التجارب الثلاثة اللي كل العالم بيعرفوها.
وبيقول شغلة: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. أجمل صلاة دكتور هي وقت اللي بالحقيقة بنقعد مع كلمة الله ومنتأمل فيها ومنصليها، منصفي نتنفسها ومنصفي نعيشها. أنا هون عندي دعوة من خلال برنامجك هلأ لكل المسيحيين: صلوا الكتاب المقدس، اقروا الكتاب المقدس، استثمروا كلمات وآيات الكتاب المقدس بحياتكم اليومية. بعرف أنه كلنا عنا مقاسي وعنا مشاكل بس بتعرف الأرض العطشانة، القلب العطشان، شو اللي بيرويه؟ بتروي كلمة الصلاة، كلمة الإيمان، وبتروي كلمة الله ليس بالخبز وحده. ومشان هيك نحن منصوم. وأنا بقول لهم كل شيء بدكم تعملوه اعملوه بفرح، اعملوه بإيمان. مش تقول هيدا، يعني ما بدنا نكون انتهازيين وبعدين مرات منختار أنا بعمل مع هيدا ما بعمل مع هيداك، بساعد هيدا ما بساعد هيداك، بعطي لهيدا ما بعطي. أنت بتعطي أو أنت بتصلي حتى لأعدائك. وهون منقول: أحبوا أعدائكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لمضطهديكم. إذا هيدولي ما رح نعملهم دكتور نحن بخطأ.